ننتقل إلى فقرة أخرى مهمة جدا، هذه الفقرة وهي الدالة الزوجية والدالة الفردية. تعريف ديال الدالة الزوجية: لتكون F دالة عددية لمتغير حقيقي X، والDF حيز تعريفها. نقول إن F دالة زوجية إلا تحقق جوج ديال الشروط. ستكون F دالة زوجية خاص جوج ديال الشروط يتحققوا. الشرط الأول هو هذا: لكل X ينتمي إلى الDF خاص ناقص X مقابله تهو ينتمي إلى الDF. يعني جميع الأعداد التي تنتمي إلى الDF خاص يكون المقابل ديالها ناقص X كذلك ينتمي إلى DF. الشرط الثاني: كل X لكل X من DF F لناقص X تساوي F لX. تعني أن كل عدد والمقابل دياله عندهم نفس الصورة، F لX و F لناقص X متساوين. إذن الشروط شنو هما؟ X ومقابله خص يكونوا ينتميوا ل DF ويكون عندهم نفس الصورة بواسطة F. ملاحظة: هذا الشرط الأول اللي قلنا أن لكل X ينتمي إلى DF ناقص X ينتمي إلى DF، باش هذا الشرط نحقه يكفي أن تكون إذا كانت DF مجموعة ملاحظة إذا كانت DF مجموعة التعريف الدالة F متماثلة بالنسبة للصفر. إذا كان مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة للصفر، أي داكشي اللي كاين على اليمين ديال الصفر كاين على اليسار ديال الصفر، فإن هذا الشرط هذا اللي هو لكل X ينتمي إلى الDF ناقص X كذلك ينتمي إلى الDF فهو يكون دائما محققا. مثال على هذا: لخديت هذا المجموعة التعريف DF تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2 اتحاد 2 إلى زائد ما لا نهاية، تلاحظوا بأن هنا صفر داكشي اللي كاين على اليمين كاين على اليسار، في حين إلا خديت DF تساوي على سبيل المثال ناقص 4 زائد ما لا نهاية. في هذا المجموعة التعريف هناك 5 تنتمي إلى الDF، لكن ناقص 5 لا تنتمي إلى الDF، 7 تنتمي إلى الDF مقابله ناقص 7 لا ينتمي إلى الDF. إذن في هذه الحالة بلا ما نكمل، الدالة ليست زوجية لأن الشرط الأول ما تحققش. مثال: أدرس زوجية الدالة F لX يساوي X أس 4. لاحظوا هنا ما قالوش لي حدد الDF، لكن أنا ملزم باش نحدد الDF. DF يساوي R، السبب كما قلنا أنها دالة حدودية ما فيهاش المقام وما فيهاش الجدر، إذن فهي دالة حدودية ومجموعة تعريفها يساوي R. باش ندرس الزوجية ديال F خصني جوج ديال الشروط. الشرط الأول: لكل X ينتمي إلى R لدينا ناقص X ينتمي إلى R. لماذا هذا الشرط محقق؟ كما قلنا لأن الDF متماثل بالنسبة لصفر، لأن R متماثل بالنسبة لصفر. الشرط الثاني: غناخدو لكل X ينتمي إلى R ونحسبوا F لناقص X. F لناقص X هي ناقص X أس 4. بما أن الأس عدد زوجي فالناقص تمشي تتعطيني X أس 4، و X أس 4 هي F لX، هذه هي F لX. إذن أصبح عندي F لناقص X يساوي F لX، وبالتالي فإن F دالة زوجية. الدالة الفردية: لتكون F دالة عددية لمتغير حقيقي X والDF حيز، نقول حيز تعريفها أو نقول مجموعة تعريفها. نقول إن F دالة فردية إذا تحقق الشرطان التاليان: الشرط الأول بحال الشرط ديال الدالة الزوجية، كل عدد X ينتمي إلى الDF مقابله كذلك خصو ينتمي إلى الDF. الشرط الثاني: F لناقص X يساوي ناقص F لX. بعبارة أخرى، كل عدد ومقابله عندهم صورتان كذلك متقابلتان، X وناقص X متقابلين، و F لناقص X
مع اف لي اكس كذلك متقابلين. مثال: ادرس زوجية الدالة اف لي اكس يساوي اكس اس 3. هنا واحد الملاحظة، ملي تيقول لك ادرس زوجية الدالة لا يعني ان الدالة راها زوجية، انت غتدرس ممكن تكون زوجية وممكن ما تكونش زوجية، لكن السؤال تنقولوا ادرس زوجية الدالة اف. خصنا نحدد الد اف كما قلت لكم، ضروري نحدد الد اف حتى لو لم يطلب مني تحديد الد اف. الد اف يساوي ار، السبب لانها دالة حدودية، دائما دالة حدودية مجموعة التعريف ديالها هي ار. جوج الشروط اللي خصني ندرس، الاول الشرط الاول كما قلنا اذا كان اكس ينتمي الى الد اف خص ناقص اكس كذلك ينتمي الى الد اف، لكن بما ان الد اف يساوي ار متماثل الى بالنسبه للصفر فهذا الشرط راه محقق كما قلنا. ليكن اكس ينتمي الى الد اف نحسبوا دابا اف لي ناقص اكس ونشوفوا شنو غادي يعطينا. اف لي ناقص اكس يا ناقص اكس اس 3 زائد ناقص اكس، بحكم ان الاس عدد فردي تتبقى عندي هنا ناقص، زائد في ناقص اكس هي ناقص اكس، تلاحظوا بان ناقص عامل مشترك نعمل بناقص وتعطيني ناقص بين قوسين اكس اس 3 زائد اكس، تلاحظوا ان اكس اس 3 زائد اكس راه هي الداله اف، هي هذه. اذن عندي الان اف لناقص اكس اصبحت تساوي ناقص اف لي اكس، وبالتالي فان الداله اف داله فرديه. شفنا داله زوجيه داله فرديه، وشفنا في الاعداد كذلك عدد فردي عدد زوجي. في الاعداد اذا كان عدد زوجي راه زوجي، اذا لم يكن زوجيا حتما سيكون فرديا. لكن بالنسبه للدوال واش هادشي صحيح؟ واش الداله ما كانتش زوجيه راها فرديه؟